احنا ساعة بريمو كتنسيقية وطنية للحركات الاجتماعية. في مؤتمرنا الأخير صدنا تقريباً أكثر من 25 إلى 30 حركة احتجاجية تعنى بالمسألة البيئية، منها الفوسوجيبس، منها قضايا قرقنة، منها سباقس، ثم قضايا العطش. خلينا نقول قضايا العطش على الأقل في الجنوب ثم مشكل كبير تاع استنزاف مادة مائية. اليوم استنزاف المادة المائية في سيدي بوزيد مسؤول عليه اثنين، احنا الاستنزاف تقريبا وصل نسبة تفوق 100%، يعني 135% استنزاف المادة المائية. عندنا تقريبا 10,000 بئر، منها قرابة 4,500 بئر عميق غير مرخص فيه. 80% من الأبار هذه على ذمة 20% اللي هما أساساً المستثمرين الكبار، والهنا المشكلة. هنا في سيدي بوزيد مثلاً أصبحنا نتحدث على لوبيات الماء. اليوم في سيدي بوزيد هناك لوبيات لاستنزاف مياه مائية، أي أنه قطعة فيها 20 هكتار تبدأ دولية يتسوغها مستثمر كيك سواء أجنبي أو مستثمر داخلي عنده الحق في بئر عميق يحفر 10 أبار عميق. لما لا تتحول يعني الموارد المائية في يد الدولة؟ عندي قطاع فلاحي، الدولة هي من تحفر 4-5 أبار وتوزع بشكل كل قطعة فلاحية عندها الكونتور نتاعها، وما نعطيش ساعة وساعتين، نعطيه ما يمكن، لكن الدولة تتحكم في الدفع. يعني أنا باش نخرج الدفع كذا، أنت استغليت مثلا 1,000 لتر، أنت استغليت معناها 1,000 متر مكعب من الماء، وغيرك فلاح كبير استغل 10,000 متر موجودين امبورت كوانا ارقام، هذا يخلص اغلى من اللي استغل 1,000، وتضمن انه الفلاح الصغير ما عاد يعاني المشكله تاع هروب المائده المائيه، وايضا تسيطر على عمليه استنزاف المياه. شو 20 هكتار يحفر بئر معناها عميق و10 أبار غير مرخص فيها استنزاف تاع مياه مائية.